نشوف رأي كابتننا الكبير، واحد من أساطير كرة القدم المصرية، الكابتن الكبير كابتن هاني رمزي. يا كابتن هاني، مشرف ومنور، صباح الفل عليك. صباح الفل يا كريم، أخبارك إيه؟ بحييك وبحيي السادة المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ والله بخير الحمد يا لله. يا رب دايما. رأيك في منتخبنا الوطني النهاردة؟ طبعا مبروك الفوز، يعني أكيد الفوز كان شيء مهم جدا. وبقول للناس اللي كانت متوقعه ان بيبقى في تغيير شامل وتغيير كامل في اداء المنتخب، اعتقد ده ما بيحصلش في المنتخبات كلها. لازم طبعا هيكون في تدريج في الاداء، اداره فنيه جديده، في لعيبه جديده دخلت، ظروف المباراه نفسها اعتقد كمان ما ساعدتش المنتخب انه يظهر باداء جيد. انت عارف طبعا وجود يعني اصابه تريزيجيه اكيد عامل مؤثر، فتوح عامل مؤثر، بنتكلم على النني عامل مؤثر، حجازي عامل مؤثر، الشناوي، يعني كل الغيابات دي اعتقد برضو لو كانوا موجودين كان ممكن الاداء يكون افضل. صحيح. لكن في النهايه يعني بدايه جيده، يعني مش هقدر اقول غير كده. ودايما بقول عمليه تطوير المنتخبات ما بتجيش بين يوم وليله. ايوه. تطوير اداء منتخبنا هيجي من عوامل كثيره جدا جدا غايبه للاسف لغايه دلوقتي منها. خلينا نكون صراحه، ما حدش يزعل مني، يعني الدوري المصري لغايه دلوقتي ما بيفرش لعيب على مستوى دولي عالي. والنهارده معظم لعيبتنا من طبعا من يعتبر المحترفين الداخليين، يعني الاداء اللي بنتفرج عليه لبعض المنتخبات الافريقيه اللي كان زمان بتقول عليها منتخبات ضعيفه، لا طبعا ما فيش الكلام ده، مش موجود. منتخب غينيا النهارده كلهم معظمهم بيلعبوا في انديه محترفه، في انديه اوروبيه، وبالتالي عملية تطوير اللاعبين نفسه عندهم أسرع كتير جدا جدا من عندنا. لو جبت أي مدرب، يعني بغض النظر عن أسماء المدربين، احترام الكامل للكابتن إيهاب، طبعا مش هيقدر يعمل يعني من الفسيخ شربات، يعني آسف اللفظ، لكن لازم نعترف إن إحنا عندنا قصور أصلا في عملية تطوير اللاعيبة. لازم نعترف عندنا قصور في الدوري المصري، ما عندناش دوري قوي يفرض لاعيبة مميزة. لازم نعترف ان كمان في دول يعني كنا بنتكلم عليها من زمان انها دول ضعيفه فنيا، اصبحت دول متقدمه كرويا، عندهم لعيبه مميزين بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه. لازم نعترف ده. لازم نعترف ان احنا ما عندناش محترفين كتير بمستوى محمد صلاح يقدر يساعد المنتخب. عوامل كتيره جدا جدا نقدر نتكلم عليها، ما بناخدش بس الصوره كده، لا الاداء وحش يا جماعه، طب كابتن ايهاب جلال. الموضوع اكبر من كده، والموضوع اصعب من كده بكتير جدا. يعني مع احترامي كل الاراء، بنتكلم فنيا ما كناش كويسين، ما بنشوفش السرعه في الاداء اللي بنشوفها حتى في الفرق الافريقيه على مستوى السنغال، على مستوى حتى الجزائر. يعني حتى لو قارنا نفسنا بده، لا احنا عندنا قصور حتى في عمليه التحضير، عمليه السرعه، عمليه انهاء الهجمات، عندنا شويه مشاكل. يعني انا في اعتقادي الشخصي مش هتتطور بالشكل السريع اللي الناس منتظراها. طيب طبقا للظروف دي، طبقا للظروف دي يا كابتن هاني، الكابتن ايهاب جلال الفتره اللي جايه محتاج يعمل ايه؟ محتاج يشتغل على الظروف القائمه دي ازاي؟ ما هو للاسف المدير الفني للمنتخب ما عطوش الوقت الكافي انه يطور اللعيبه. خلينا نتكلم كل امانه حتى على مستوى الاداء البدني، يعني في بعض اللعيبه بدنيا على مستوى مش جيد. ما اعتقدش المدير الفني المنتخب يقدر يشتغل على ده، الانديه هي اللي بتشتغل على دوت. ظروف جدول الدوري المضغوط جدا في فترات برضه مأثر على اللياقه البدنيه للعيبه. المطلوب من كابتن ايهاب الفتره اللي جايه اعتقادي الشخصي انه يبني شويه على الفوز ده المعنوي، خلينا نتكلم بكل امانه، فوز معنوي، يعني فوز كان مهم جدا انك بتكسب المباراه وبعدين بتكسب الفرقه. المفروض غينيا هي افضل من افضل الفرق الموجود في المجموعه وبالتالي المنافس المباشر ليه، فانك تكسبه دي ده شيء جيد جدا. لازم نطور شويه في عمليه خط النص بتاعنا، لازم يكون في ديناميكيه اكبر شويه. لازم اللعيب لازم كمان يطور نفسه بشكل كويس. الشكل الهجومي لازم نعرف ان يمكن مرموش مش تارجت سترايكر، مش راس حربه، ممكن يكون على الطرف بيلعب بشكل افضل. بنتكلم على تطوير اللعب كمان من الاطراف، يعني من الاجناب. احنا بنشوف فرق كتيره جدا جدا لو مش قادرين نبني من العمق، لازم يكون عندنا باكين بيطيروا بشكل كويس، عندهم اداء هجومي ودفاعي متزن. حاجات كتيره جدا، يعني الله يكون في عون كابتن ايهاب جلال، لازم ممكن جدا يشتغل عليها في الفترات اللي جايه. على فكره يعني كمان ماتش كوريا الجنوبيه، ماتش ودي، خلينا بس قبل ما نخش عليه، مباراه اثيوبيا مباراه كمان اعتقادي هنظهر فيها بشكل افضل. يعني ثقه المباراه النهارده
رغم طبعا الاجواء هتكون مختلفه، الملعب هيكون مختلف، لكن ان شاء الله نظهر بشكل افضل وان شاء الله نكسب. كمان مباراه كوريا لازم كابتن ايهاب ياخدها مباراه تدريبيه مع فريق محترم، يبدا يدخل العناصر اللي هو يعني عايز يشوفها بقى. احنا كمان محتاجين في منتخب مصر الكريم محتاجين دم جديد. النهارده ابراهيم عادل بيشارك لاول مره، محتاجين نخش احمد حمدي، محتاجين نخش احمد عاطف يخش، لازم يكون ليه تواجد، لازم ياخد ثقه في المباريات اللي جايه. لازم انا في رايي لازم وجوه جديده شابه عندها كمان عندها شغف للمنتخب بشكل كبير، لازم تكون متواجده الفتره اللي جايه. صحيح كابتن الكبير كابتن هاني رمزي نجم منتخبنا الوطني الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.